مرحبا، في هذا الفيديو سيتم شرح كيفية إنشاء محتوى تفاعلي للطلاب بعدة طرق. الطريقة الأولى التي سيتم شرحها طريقة Guess the Answer، تخمين الإجابة. يسمح لك نوع هذا المحتوى التفاعلي بإنشاء أسئلة، بحيث يجب على الطالب تخمين الإجابة بناء على الصورة التي يتم وضعها. نقوم بالدخول للمادة، نختار خيار Turn Editing On، نختار Add Activity or Resources، نختار خيار Interactive Content، نختار خيار Guess the Answer. نقوم بكتابة وصف للسؤال، نقوم بالضغط على خيار ميديا، نقوم بتحديد نوع الوسائط سواء كانت صورة أو فيديو. في هذا المثال سوف نقوم باختيار نوع الوسائط صورة. نقوم بالضغط على زر الإضافة Add وتحميل الصورة. نقوم بكتابة نص الإجابة للسؤال. نضغط Save and Display.